السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: حملات لإزالة التجاوزات في العراق والفقير هو المتضرر. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. كنا تعبانين وكذا ربع لحم حاير داخل لي بصل هسه وشغلات واطفال للبيت. بيش اخذت الربع؟ بثلاثة ونص والله. وانا عندي 6000 دينار. الحمد لله وشكر على ايت حال. رغم كل الظروف هذه احنا عندنا بعين الله سبحانه وتعالى. اولا هذا الفقر هم كذبه. اقول لك كذبه يعني. بلد بالعالم يعطي رواتب بقد العراق. تجي تعطي احنا رواتب؟ نطي في حدود 4.5 ملايين رواتب موظفين، 1.5 مليون مال متقاعدين، تقريبا 1.2 مليار مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعيه. الله ان شاء الله يشفع لنا ويشفع على كل شعب العراق، هذا الشعب المظلوم. هسه انت متريق لو بعدك؟ لا والله، وحق هو الله ما متريق. زين هاي شلون يعني، بس وجبه واحده للبيت؟ هذا شوف خلي حاجيك، احنا هذا راح نخليه بين الظهر والعصر حتى تصير عندك وجبه واحده. يعني غدا ماكو، بين الظهر وحق هذا الله. ثمان لا. تعال يا بتعال. ثمان لا خليني. ثمان لا أنا أقول لك يا خليني، لأني أروح نهار واقع والله، أنا تعبان. أنا تعبان. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعلنت حكومة الكاظمي عن حملة لإزالة التجاوزات في العراق، وتضمنت الحملة إزالة وهدم البيوت والمحلات التجارية وغيرها التي بنيت بشكل غير قانوني. هذه الخطوة شهدت غضبا عراقيا واسعا ورفضا لهذه الخطوة، لأنها كانت وبحسب العراقيين موجهة فقط ضد الفقراء ومن لا يملكون صلات بالأحزاب والميليشيات، إذ أجبرت هذه الحملات الكثير من العراقيين على خسارة ما يؤويهم أو مصادر رزقهم، وبالتالي رفعت من مستوى البطالة ودفعت بآخرين إلى النوم في العراء بعد هذه الحملات. تساءل عراقيون عن البدائل، إذ يؤكد كثيرون أن حملات الاحتلال أو حكومات الاحتلال لم توفر أي بديل لهم بعد هدم بيوتهم ومحلاتهم، وأنهم سيوافقون على هكذا خطوات لو توفر البديل، لكنهم أيضا أكدوا أنها خطوة لمحاربة الفقير من أجل مكاسب سياسية قبل الانتخابات، إذ يؤكد كثيرون أن حكومة الكاظمي ومن سبقها لم يقوموا بإزالة تجاوزات الأحزاب والميليشيات واستحواذهم على أملاك وعقارات الدولة. مشاهدينا الكرام، لدينا مجموعة من التساؤلات التي نطرحها لحضراتكم وبإمكانكم المشاركة للإجابة عليها. في إطار حملة رفع التجاوزات التي تشنها الحكومة ضد الطبقة العراقية المسحوقة، ما هي البدائل التي توفرت للمواطن العراقي؟ لماذا توجه حكومة الخضراء معاولها للهدم وليس للبناء؟ وأيضا ما مصير المهجرين الجدد في الداخل العراقي في ظل الإهمال الحكومي المتعمد لهم وطردهم من ما يؤويهم من أماكن يسكنون فيها حتى وإن كانت تجاوزات؟ بإمكان حضراتكم مشاهدينا الكرام أن تشاركوا للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين. معنا أول اتصال، السيد محمود من الموصل، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هسه أجي لك على التجاوزات، بس أجي لك على الدولة أول مرة. نعم. هذول يتحاكمون قبل نحط صوت الانتخابات. هذول يتقدمون المحكمة الساعة. نعم. ما مش ناسي نور الملك يضخ 20 مليار هنا بالموصل. بعد يبلش اكو شارع من 70 مذكور اليوم جو عليه يقول علي. طيب. والله البيت قليله، تعالوا ما تتخبون تجيبها. يربط لك الحي النهر وانت الرمان. ما اشتغلوا به. تعالوا تنتخبون لو تجيبون علي زيت وكل مشمول، اليوم العوائل تريد تهج. سيد محمود، أنا استوقف حضرتك
يعني اعتذر منك، الصوت غير مفهوم غير واضح، ارجو منك تعاود الاتصال، انه تغير مكانك اذا تقدر، او تخابر على رقم اخر من ارقامنا الموجوده، لانه صوتك غير مفهوم وبالتالي ما راح اقدر اتناقش وياك باللي تتفضل به. السيد احمد من الرمادي، تفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو الاستاذ؟ حياك الله، اهلا وسهلا. انت تقول على التجاوزات، هاي التجاوزات اللي صدرها مصطفى الكاظمي. نعم. الفقير واقع فيها والفنجيل ما حد يقول الله يساعدك. نعم. هسه انا قاعد بكرفان. نعم. قاعد بكرفان وعندي اطفال اثنين معوقين. نعم. وقاع متروك للدولة، وهسه انا يجي ابو هاي واحد يجيني يقول لي انا خذت هاي القاع استثمار، شيل قرارك وامشي. نعم. انا شيل قرارك وامشي، وين اروح؟ وين اتوجه؟ استقلت سياره عند واحد. نعم. ها؟ استقلت سياره عند واحد، هذا الزلمه شو يعطيني؟ يعطيني شيء وبعضه، يعني الحمد لله عايشين. اي. بس انا لا اقدر اجر، لا اقدر اشتري، لا اقدر اسوي. ها؟ نعم. من يصدرون هيك قرار، صدر ليش ما صدر قرار على دول الحيتان اللي ما يقدر عليهم؟ طيب سيد احمد، حتى لو اصدروا هذا القرار، المفروض غير المفروض انه الحكومه توفر بديل للناس اللي حتنطرد من هاي البيوت اللي ساكنه بيها؟ طيب الناس، انت مثل ما تفضلت، انت وين تروح؟ طيب الحكومه ليش ما توفر بديل حتى تستوعب هذه الاعداد؟ ليش السعر لا يطون؟ مثل يقول لك انا هاي جيعان، هاي الجزائر والمغرب جيعان، مين ما تستفز جيعان؟ نعم. ليش ما يجي يوزع قطع اراضي بسعر مناسب؟ الفقير يقدر ياخذ. هسه اذا حتى اذا يعطون قطع اراضي، حتى اذا يعطون قطع اراضي، يروح الزنجيل ياخذ الفقير في حظه. هسه بينهم مثل ما قلت، لاني واطئه الكلفه. البيوت واطئه الكلفه الفقير. اتحدى واحد يقول انا فقير ونازل بين، روح تلقاهم كليتها اهل الحشود والميليشيات والجناقين نزلوا بيهم، والفقير بانينا خراب الطين وقاعد بالديار. طيب. سيد أحمد، أنا أشكر حضرتك من مدينة الرمادي في محافظة الأنبار، شكرا جزيلا لك للاتصال. عندنا بعض المقاطع مشاهدينا الكرام نود أن نشاهدها مع حضراتكم، تثبت أن هذه الحكومة عبثية في التعامل، وموضوع إزالة التجاوزات مجرد فوضى. خلينا نشوف المقطع الأول. في حي الأندلس بمحافظة البصرة تم إزالة التجاوزات في هذه المنطقة منذ عام 2019، لا تزال حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها الأنقاض موجودة في مكانها، وحولت المكان إلى مكان للمكب للنفايات وللكلاب السائبة وغيرها من هذه الأمور. خلينا نشوف. زلت حي الأندلس، وبما أنه قلت تجاوز، وحسب توجيهات محافظ البصرة، بلدية البصرة قامت بإزالة التجاوز مال حي الأندلس، بس حسب ما وردني انه محافظ البصره وجه شعبه الزراعه اللي تابعه لبلديه البصره حتى تزرع هذه الارض. من يا سنه زلتوا؟ من سنه 2019، واحنا بسنه 21 ومقبلين على سنه 22. يا بلديه البصره، الى اين قصورك؟ وين الجهات الرقابيه عنكم؟ هسه هذه الارض وهذه العوائل صارت مستنقع للانقاض والكلاب السائبة وما شابه ذلك. حي الأندلس مدخل محافظة البصرة ومدخل تربية المعقل للبصرة وحي الصناعي ووسط المدينة، واللي يطب من كل المحافظات طريقة راح يكون منها على الجبيلة. بلدية البصرة، الناس والمواطنين اللي ساكنين هذه المنطقة جايين يناشدون ويشكون. هسه زلت ازرع. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى حديث هذا الناشط من محافظة البصرة، وكيف يؤكد أنه منذ عام 2019 لغاية هذه اللحظة، بعد أن تم إزالة التجاوزات، تركت المنطقة على حالها بأنقاضها، وبالتالي لم يستفد المواطن العراقي، ولم تقدم الحكومة بديل بزراعة المنطقة أو ببناء عقارات أو دور سكنية لإيواء هؤلاء المهجرين. ويانا علاء من الموصل، تفضل يا علاء. فقدنا الاتصال. سعد من الكويت،
يا هلا بك استاذ محمد، تحياتي لك وللبرنامج وللقناه. استاذي، كما ذكر رئيس الوزراء التجاوزات كثيره، منها تجاوزات يا استاذي سموم تلوث الهواء بيئه يا استاذي. طيب. ايضا يا استاذي تلوث البيئه جريمه النكراء عملا غير صالح. والتجاوزات ايضا يا استاذي اللي هو منها حصر السلاح، لازم حصر السلاح لا يكون منفلت يا استاذي، تكون البلد فوضى. سواء عندنا بالكويت او بالعراق مثلا. وجزئي ارتكبوا تجاوزات كثيره سابقا وتقشعر منها الابدان ويندى لها الجبين يا أستاذي. أولا أستاذي الابتزاز، وكذلك أيضا يا أستاذي الأوادم تريد تنتظر عمل، تريد عمل، توفير عمل ومحاسبة الابتزاز والاستيلاء، والتجاوزات كثيرة، يجب القضاء على هذه التجاوزات يا أستاذي. شنو البديل؟ شنو البديل يا 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 سيد سعد؟ من ألم المفاصل. طيب أنا أشكرك يا سعد من الكويت، شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. لما نطرح موضوع إزالة التجاوزات، نعم هناك تجاوزات كثيرة، تجاوزات على القانون، على سيادة الدولة، بحمل السلاح، بانتشار الميليشيات وغيرها من أشكال كثيرة للتجاوزات، سرقة المال العام، تجاوز على أملاك وعقارات الدولة، نعم هذا الموضوع موجود في العراق. لكن اليوم الموضوع عن حملات إزالة التجاوزات اللي يستهدف بها المواطن العراقي البسيط اللي عنده محل للاسترزاق، اللي عنده بيت صغير بناء وإن كان بتجاوز، لكن لم يجد المواطن العراقي البديل. لو وجد المواطن العراقي البديل، هل كان ليتوجه إلى التجاوز؟ لو وفرت حكومات ما بعد الاحتلال الدور السكنية لإيواء العوائل المتعففة الفقراء من العراقيين، هل كانوا ليفكروا أصلا بالتوجه والتجاوز على أملاك وعقارات الدولة أو على أراضي الدولة؟ ويانا أبو إبراهيم من صلاح الدين، تفضل يا أبو إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون صحة؟ حياك الله. استاذ تجربتها على التجاوز. نعم. أني إنها صلاح الدين. إيه. تأكل لي بكرفان بقاع دولة، يعني قاع متروك يقولون للدولة، فنزلت بيها كرفان بيها، وأنا عندي معوقين اثنين، ها؟ واشتغل عند واحد بسياره مال غاز او يعطيني. ابراهيم حضرتك مو نفسك احمد من الرمادي؟ لا نفس الموضوع. انا اشكرك يا ابو ابراهيم، وصلت فكرتك، شكرا جزيلا. محمود من الموصل، تفضل يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تسمعني؟ اسمعك، تفضل. اكو شارع هنا من الثمانينات دار صدام الشيخ من جنور المالكي، قال يا تخص مؤلف بيتي من حي النهروان ورجم حديد سل الرمان وحي نابلس، قال يوم 1500 بيت. نعم. هذه لا تغدت ولا تعشت، قالوا ما بادر بيها لحد. سيد محمود بلا زحمه عليك، انطيني رايك باختصار بموضوع التجاوزات اللي دا تقوم بها، حمله رفع التجاوزات اللي دا تنفذها بلديات المحافظات بأوامر من حكومة الكاظمي، الناس شنو توفر لهم من بدائل؟ سيد محمود. ألو. أسمعك، تفضل. هذول السعنور المالكي جاء الموصل قبل فترة، قال هذه كلها تنقسم ويتخبوني أربع أحياء. نعم. شارع من الثمانين ولسه ما اشتغلوا فيه. مخطط من الثمانين هذا الشارع وما اشتغلوا فيه، هسه عندك اربع احياء شمله فوق 1500 بيت. نعم. وراح تصير كارثه على حد الموصل، كارثه ما صارت. احنا نريد نطالب هذول يتحاكمون الفاسدين قبل يطبون الانتخابات. نعم. ما متناسفين نور المالكي والصدر، مثل هذا بفلوس نور المالكي والصدر بسياسته، هذول حطوا عينهم اللي يخربون العراق بنوبه، هذا الشغله ما تقطع حقنا. نعم. احترفوا ما خلوا شغله، حتى البشر باعوه، حتى البشر وبشر باعوه. نعم. طيب انا اشكرك يا سيد محمود من الموصل. السيده ام عادل من بغداد، تفضلي يا ام عادل.
تفضل يا ام عادل حياك الله. سيدة ام عادل من بغداد. الو تفضلي يا سيدة ام عادل اسمعك. من نوم مدى اسمع واضح. فقدنا الاتصال ويا سيدة ام عادل. طيب مشاهدينا الكرام خلينا نشوف مقطع آخر لمواطن عراقي وثق تجاوز السفارة الإيرانية على طريق مرور السيارات في العاصمة بغداد وأكد أن الدولة قوية على الفقير فقط. لنشاهد. السفارة المقدسة، هاي السفارة المقدسة، وينهم البلدية؟ هاي السفارة الإيرانية، شوف الشارع شلون سادته، بس تقل لها بس يجونك بالتفك وي 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 على قولة حسين الشحماني. يلا وينهم البلدية؟ لو بس على الفقير هاي ماخذ الشارع طول بعرض، فكوا اذا جيتوا شلتوا صبه من هاي الصبات. هي سفاره اجنبيه وبنص العراق، وهاي باع شلون سد الشارع، باع السايد. وين الانصاف؟ وين العداله؟ اذا انت صدق شرفاء واكو نزيه بالبلديه وبالدوله خليه يجي يشيل هاي الصبات كلها ويفتح الشارع مثل ما كان. هاي السفاره الايرانيه بس انت قدرت بس على الفقير، انت البلديه بس على الفقراء. اروح اقدم بيتي، اقدم الجسمه مالته الصريفه، قدم الكشك ماله، قدم هاي. يلا هذا مو تجاوز، هاي الخضراء هاي نصها متجاوزه كلها متجاوزه. ثانكيو. ما كل فايده عم الحكي. اذا استمعتم مشاهدينا الكرام الى هذا الحديث من مواطن عراقي وطرح تساؤلات كثيره، ليش الدوله قويه على الفقير بس؟ ليش حملة رفع التجاوزات او ازالة التجاوزات تنفذ ضد الطبقة العراقية الفقيرة؟ ليش ما تتوجه هذه الأجهزة وهذه المعدات الحكومية إلى إزالة تجاوزات الأحزاب والميليشيات؟ لماذا تترك السفارة الإيرانية أو القنصليات الإيرانية في العراق تتجاوز على الطرق العامة وبهذه الطريقة وبهذا الشكل الذي شاهدناه؟ يعني أي مكان في العالم، وأكو سفارات في كل دول العالم وكلها في مبنى معين وضمن إطار معين لا تتجاوز على الشارع. لماذا في العراق يسمح لهم بالتجاوز وقطع الشارع بهذه الطريقة والتسبب باختناقات مرورية وأخذ أو تجاوز على أرض الدولة العراقية بهذه الصورة التي نراها؟ ويانا علاء من الموصل، تفضل يا علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي على موضوع، شلون؟ أنا عندي على موضوع تجاوزات. نعم نعم. أنا عندي بيت خارج الموصل. نعم. بعت وقاعد اشتريت لي بيت تجاوز، لان انا نسال يجون في شنال تجاوز. طيب يعني وين ارجع على المخيمات؟ طيب والله ملينا والله بالزحمه سيد علي. يعني نطرح اليوم مجموعه من التساؤلات، اهمها الحكومة ليش ما وفرت بديل؟ يعني أي خطة، أي مشروع لتوسعة الطرق لإزالة التجاوزات أو غيرها تتماشى مع بديل، يعني يكون بالمقابل أكو بديل ينفذ على الأرض. إذا أنا أهدم بسطيات لناس عراقيين أو تجار أو باعة دي يسترزقون، أوفر لهم بديل في مكان آخر، أنظم الموضوع. ليش بالعراق الموضوع بهذه العشوائية؟ وإذا فلشوا بيت ما يشيلون حتى الأنقاض. ما أعرف. سيد علاء أنا أشكر حضرتك للمشاركة. طبعا مشاهدينا الكرام هناك مجموعة أخبار مرتبطة بالموضوع. أولها تصريح من نائب مضر الكروي قال إن قوى سياسية عرقلت إصدار قانون العشوائيات في العراق. قانون العشوائيات بحسب ما تروج له الحكومة أنه سيقوم على تمليك هذه المناطق التي يتواجد فيها عراقيون بشكل غير قانوني، تمليكها لهم. هناك من اعترض على هذا الموضوع وقال بأنه يعني البعض منهم يروج لفكرة كيف أكافئ من تجاوز على القانون باستحواذه على أملاك الدولة أو أراضي الدولة، وهناك منهم من استغل هذا الموضوع وأجر بيته وبنى بشكل غير قانوني. يعني هناك ردود، لكن هناك رفض من الأحزاب
لهذا الموضوع. يقول الكروي أن قوى سياسية متنفذة عرقلت بشكل متكرر إصدار قانون العشوائيات لحسم أزمة إنسانية كبيرة في العراق تضم مئات الآلاف من البسطاء والفقراء في كل المحافظات، واتهم الأحزاب السياسية بمحاولة استغلال الوضع الإنساني لكسب الأصوات. طبعا هذا الموضوع وهذا التصريح أيضا ضمن إطار التسويق الإعلامي. وزارة الزراعة في العراق أكدت وجود 26 مليون دونم من الأراضي الزراعية الصالحة لزراعة المحاصيل الغذائية من دون الحاجة إلى الاستيراد، وبينت أن بعض المحاصيل التي يتم استيرادها غير صالحة للاستهلاك البشري. الحديث بهذا الخبر عن ما يملكه العراق من أراضي زراعية غير مستحصلة ومستصلحة عفوا ولم يتم استغلالها بشكل صحيح من قبل الدولة، وبالتالي يعتمد العراق على المنتج المحلي الوطني ويكتفي بمنتوجات غذائية كثيرة وبالتالي يبتعد عن الاستيراد. هذه النقطة أيضا مرتبطة بموضوع الحلقة اليوم، أن الحكومة أو حكومات الاحتلال لم توفر البدائل للمجتمع العراقي، لم توفر البدائل للعراقيين، بدل أن تقوم على إزالة التجاوزات دون توفير بديل، لماذا لم تعمل على بناء مجمعات سكنية، دور سكنية للفقراء والمحتاجين؟ بحسب التقارير الدولية وخاصة تقارير من الأمم المتحدة تؤكد أن نسبة الفقراء في العراق في ظل فيروس كورونا وخفض قيمة الدينار العراقي ارتفعت بنسبة قد تصل إلى 5 ملايين فقير عراقي، وبالتالي يضافون إلى 6 ملايين أو 7 ملايين فقير عراقي موجودون أصلا في الداخل، وبالتالي يرفع الرقم إلى 12 أو 11 مليون فقير عراقي. سنتحدث بعد قليل بأرقام كثيرة حول الوضع الاقتصادي المنهار وانعكاسه على حياة الناس في الداخل العراقي. معنا اتصال السيد أبو مازن من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ محمد؟ حياك الله، أهلا وسهلا حبيب قلبي. الموضوع موضوع يعني في حقيقة يعني وضحايا بيه كثير من الناس البسطاء. طيب الشغلة من 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 الوجه الآخر غير حضارية مألوفة بكل بلد، يعني مهما يكون كل نوعه هو تجاوز، متفقين على هذا. وحقيقة يعني الإنسان مرات من يضطر يركب المستحيل في الأستاذ العزيز. المشكلة يعني هذه الحكومة اللي قبلها واللي قبلها يصنع يعني شلون تقول ينصب الفخة بحيث تقع بيها، ولا وقعتك يبدي يساومك على شغلات أخرى. نعم. قاربة للتجاوز اللي بتصير هسه ببلدنا يعني أو بالعراق. تصير بالبصرة بكل المكانات. نعم. هذا الشغل مثل يقول الشق قبل ما يكبر خيفة. طيب. لو بادي الأول مرة ما كان هذا كل هذا اللي صار، لكن صدقني هسه هاي يعني هم لعبوا كل اللعب. مثلا قطعوا المياه اول مره غرقوا وبعدين قطعوا المي يعني باي امور هذه بيها هسه يعني شلون تقول اخير حصل يجون عليك. اكو هسه انا اعرف ناس يقولون تعال ادفع مبلغ انا اعتبرك من الفقرة او يعني هاي كلمه الفقرة بالمناسبه تبع سيد أبو مازن، تتوقع أن الموضوع مرتبط بأغراض سياسية مرتبطة بالانتخابات؟ يعني مثلا هناك من يقول بأنه هاي الخطوات تأتي بضغط من الأحزاب للضغط على المواطن العراقي، وبالتالي يكون هناك حملات ودعايات انتخابية أنه انتخبونا وحنعمر لكم مناطقكم أو نبنيها مرة ثانية أو نوفر لكم بيوت، وهكذا من محاولات ابتزاز المواطن العراقي للتصويت لأحزاب سياسية. أنت تتوقع أنه ممكن يفكرون بهالطريقة؟ هذه من الأولويات مالتهم يعني. نعم نعم. وزائدا هذا يعني هم دا يساومونك ماديا يعني مساومة مادية. أنا هاي المنطقة أحسب لكم إياها فقرة وهالبصيات وكذا بينما هي، وبعدين ايضا بدوا يعني يمصون دم المواطن بهالطريقه هذه مال الانتخابات. والشغله الثانيه اكو اذا تسمح لي استاذ محمد تفضل شويه تفضل. الشغله الثانيه يعني المواطن جاوز
لأجل ضعف حال يعني. نعم. ما 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 يعني يركب المستحيل مثل ما يقول. لكن أنت شايف لك عمرك يعني هذا الدولة وبلد والبلد كان يحسب له ألف حساب. نعم. سمعنا العربي والعالمي. أنت شايف دولة تتجاوز؟ وين متجاوزة هاي الدولة؟ بالله عليك كم قرية وكم ناحية نهسته مستولية عليها الدولة مقاعدة بيها جيش. نعم. الشعار. هذا ما يعتبر تجاوز تادي. طيب. هذا تجاوز بحد شو اسمه زين؟ إحنا ليش نروح على الفق ما لكن مثل ما تحاسبني ابدي بنفسك ثم حاسبني أني. نعم. يعني قال قبل شوية واحد يقول لك أنا قاعد في كرفان وعاقطة بمكان زين. أنا متأكد يمتلك بيت كان ساترة وساتر عائلته وساتر بيت شامرين والنوف فوق هذا الحقو على هذا الكرفان اللي فتش ولا. نعم. سيد أبو مازن أنا أشكر حضرتك وصلت فكرتك شكرا للمشاركة. سيد عبد الرزاق من بابل تفضل يا عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سار محمد شوف من المعاصي من الألم. نعم. يعني بلد غني مثل العراق أهله وناسه يعيشون بعشوائيات. نعم. لا طرق لا عمران لا بلد مثل هالبلدان اللي يقول شوية شوية أحسن من الفقيرة يا أخي يا أخي يعني صراحة مصيبة مصيبة يعني أنت جاي تتابع الأخبار شوف مرشح ها ينفق على شو اسمه الدعاية الانتخابية مالته 5 مليون دولار. No. زين ها 5 مليون دولار غير أخذها أخذها من حق هذا الفقير يا أخي. لكنه الإمام عليه السلام الله عليه يقول أينما تكونوا ولا عليكم يا أخي. هس يعني وشوفوا دول منين صعدوا صعدوا على طريق الفقراء هم يردون يفقرون لك الناس يزيدون الفقر فوق الفقر مالتهم يزيدون الفقر حتى على مود يستخدموهم للدعايات الانتخابية. لو الشعب عنده يعني كلمة واحدة ويرفض يرفضهم دولة يعني هاي الطبقة السياسية هي تحتاج على سرقة أموال الشعب سرقت قوة الشعب. لكنه مع كل الأسف مع كل الأسف هم نفسيتهم دول الفقراء يرجعون ينتخبوهم. نعم. ومثل ما جاي يشوفوا هذه يعني مألهيهم هي هاي هاي المصيبة. إحنا المشكلة يعني نفتقد الوعي للجماهير والوعي الشعبي. نعم. أنا لو عندنا فعلا شعب واعي يعني ما أقول الكل لا هي وبالأخص هاي الطبقات الفقيرة أتمنى سرعتهم معي حتى على مود لا يغرهم سيد وعيد وهذا ولابس عمامة وبرسل لك مو هذا جاي يبوق حقك باسم رسول الله وبراء منهم رسول الله. يا أخي إحنا نريد شعب واعي وأتمنى من ذولا هم نفسيتهم وذولا أهل العشوائيات والناس هاي الفقرة أن لا ينتخبون اللي يبوق يعني يبوق حقهم باسم الدين. نعم. فأتمنى أن تكون لهم درس بليغ هذا لما يهدمون عليهم دوره يفرشوها. نعم. يعني أتمنى الإنسان لازم يوعى يعني ما يبقى دائما مغفل. نعم. أشكرك سيد عبد الرزاق من بابل أنا أعتذر منك لكن عندنا اتصالات هواية. عندنا أبو فلاح من الأنبار تفضل يا أبو فلاح. السيد أبو فلاح من الأنبار أبو فلاح من الأنبار ما موجود. أمير من صلاح الدين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله. الله يسلمك. الله يبارك بك حياك. الله يعزك. احنا ابقى بابا بلد ابو صلاح الدين. نعم. بيوت عندنا تجاوز احنا اهالي شهداء يعني. نعم. بهاتنا شهداء امامنا شهداء. نعم. زين وطالعين حملة تحت اسمها هذا الكتلوب كهربلاء طلع عبير. زين. نعم. احنا وين نروح احنا بحوالي الشهداء يعني لا عدنا بيت لا عدنا شيء انه هي بيت قاعدين بيتهجاوز على دقيقة ويومين دازلنا خبر ويومين رايحين وجايكم الشفل وراح الشفل. لما يجوكم يعني. يبلغوكم يا امير ما يقولوا لكم انتم وين حتروحون ما تسألوهم او تقولوا لهم احنا من حنطلع منا شنو مصيرنا تتفلش تتقبل اهلك يقعدون بالشارع يقبلون في عوائلهم يقعدون في الشارع يا استاذ محمد
يعني ما يجاوبوكم، ما يجاوبوكم يقولوا لكم انتم شنو وين حتروحون؟ ما يجاوبون قبل يشيلونا بهالبدي يحطونا بالسجين. زين الا ما تنظر هيك احنا احنا عوائل شهداء الله شاهد الدخول اسمه الدخول محدود. زين الله شاهد ورقيب. زين ومو بيته بهيتين منطقه كامله يعني تهجاوز انطونا بديل، انطونا بديل نشيل ما يخالف بس احنا طالعين بحدود بديل وين نروح؟ اباتنا شهداء عمامنا شهداء الله يعني وعقل ابد لا اله الا الله على كل كلمه بدها اقولها وبصلاح الدين قضاء بلد. نعم زين يوميا المسؤولين ودقوا بهابنا ودول مرشحين اللي قلبوا الدنيا وفلوس هاي فلوس الدعايات الانتخابيه لو بهانين بهم بيوت واطت الكلفه ونعطيهم نروح ننتخبهم بس هم كلش ما سوونا كلش ما حققوا لنا. نعم زين على شنو على شنو الواحد ينتخبهم؟ على شنو راح ننتخبهم؟ رحم الله والديك. زين وسع حايرين على دقيقة يجينا الشفال طهلعوا دولة مال السحقايف ومال أهل الشوارع ما يخالف افتح شارع ما يخالف بس مو تجي على بيوت الفقراء احنا مين نجيب احنا وين نروح؟ صحيح زين هذا توصل صفارة مصطفى الكاظمي هو مو قال أنا وقفت السيد مصطفى الكاظمي هو قال وقفت التجاوزات عن البيوت وعن الفقراء عن الفقراء وين نروح؟ نعم. مو بس عن نفسي دا احكي عن كل كافة هذا البلد. هو قال انا وقفت التجاوزات او ازاله التجاوزات بالنسبه للناس الفقراء لكن وين التطبيق؟ لغايه هذه اللحظه هناك حملات ازاله تجاوزات ومثل ما تفضل التهديدات كل يوم لعوائل ساكنه بالعشوائيات انه اطلعوا قدامكم مهله الفلانيه لازم تطلعون وما يسالون عن مصيرهم، لغايه اللحظه اكو تنفيذ لهذه المشاريع. احنا نريد مثلا نريد فد يعني فد مقترح جديد او مثلا او نريد بهديل يعني احنا وين نروح احنا واسمه اهلنا واخواننا ويعني عوائلنا وين نروح نقعد بالشارع نحط سيد امير انا اشكر حضرتك نتمنى صوتك يوصل شكرا جزيلا لك ويانا ابو مصطفى من الموصل ام مصطفى تفضلي يا ام مصطفى. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد عندنا شقه على مسجد الناصريه. نعم. سجن الناصرية لا بينه خدمات ابننا مريض ايش حاله ما يطلع حتى موبايل خبر. نعم صار له قد معتقل؟ صار له تقريبا 5 سنين. شنو التهمة؟ 4 ارهاب. وهو له علاقة بالموضوع؟ لا والله ما له علاقة ولا مداوم ولا حتى طالع باب الحوش. لا عاد شلون تم الصاق التهمة به بهالطريقة؟ ولاد المنطقة جماعة بلغوا علينا يقول هذا داعشي. نعم. وكلتوا له محامي يا أم مصطفى؟ لا والله ما وكلنا له. كل محامي نوكله يتقشمر علينا وياخذ فلوس وما يطلعه. نعم نعم. الاعتراف اللي صار غيرك ومحكمة حققت بالموضوع على أي أساس حكم بهالطريقة؟ والله شلون قاعدين مقاضي حشاك مضغط قبل اي جاك والفجر 15 سنة مؤبد اعدام كيف يحكم؟ بدون استناد الى ادله او شيء؟ لا لا بدون قبل اصلا كان مؤبد كان اعدام وقت نزلنا عن مؤبد. نعم. سيدة ام مصطفى انا اشكر حضرتك للمشاركه ونتمنى هذه الأصوات هذا الصوت تحديدا يصل إلى من يهمه الأمر بقضية المعتقلين وقضية المغيبين وما يحدث لهم في السجون والمعتقلات من إهمال متعمد من قبل السجانين وحكومات الاحتلال بهذه الطريقة تعذيب وإذلال وإجبار على الاعتراف على تهم لا صلة لهم بها بسبب وشايات وبسبب مخبر سري وبسبب تهم كيدية يتم الزج بكثير من العراقيين في السجون والمعتقلات ويوقعون على اعترافات تحت التعذيب والضغط والتهديدات التي تصل في بعض الأحيان إلى المس بالعرض في سبيل أنه يعترف على نفسه أنه قام بارتكاب جريمة أو شارك مع منظمة إرهابية أو غيرها من هذه الأمور. أبو ياسين من ديالة تفضل حياك الله. حياك الله يا أبو جاسم الذئب وحجاري المحترمين. الله يسلمك بارك الله بك. أخ محمد اللي علاقة قاسم مثل يصوص شوفوا يدفعون يتحدثون يكذبون الفقر والله. نعم. هذا العام العوفة
لكن ابو الجمعيه الوطنيه احمد الصافي من يتحدث طلعوميه بالفاصل، شو يتحدث عن يكذب الفقر وشوف الكاذيب مالتهم. نعم. شوف هم سيجون على ابو البسطيه يا دوب يقدر يطلع له 5-6000 ربح يجيب له علاقه الاعلام حاربينه. نعم. يفشلونه فوق راسه هي وما فيها. بما تجاوزات الدوله هذه ماشيه. بعدين تحافظون على المحافظه وتنفذون النفايات اللي وين وصل للقمه بالمدن بالعاصمه. والله العظيم ابو جاسم تجي من الحسينيه لما توصل سفر في الشعب الانصاف فوق الشارع العام والنفايات فوق الشارع العام، هاي ما اشوفها امين العاصمه او مدير البلديه، هذا كله 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 ضد الشعب. بعدين لما تهاجروا التحالف اللي من هجموا محافظات بكامل هجموها عليها على واطيها دمروها ما يبي تحكيها عمروا شيء من الدولة عمروا شيء ورا ما فلشوا المحافظات كلهم عمروا. انا جايك شوف محمد الشوارع شوف شوف انا اتحدث كلام مثلا جامعة البكر سموها جامعة الإمام الصادق انت لو بتخيل ابني جامعة سميها مستشفيات من الصدام الى الصدر شوف اكو حي اسمه الصدرين بالشعب وسألوا عنه عشان العام كله الدبل فاليوم تجاوز فتح سكنيه وزعها النظام السابق للضباط من راس فما فوق قبل السقوط كلها حاسموها وبناء دبل فاليوم وفران طمون ومعامل سند. طيب ابو ياسين سؤال سريع وباختصار اجابه لو سمحت. لجنه النزاهه بالبرلمان تقول كل مرشح بالانتخابات يصرف 5 ملايين دولار اقل شيء على الدعايات الانتخابيه. اولا بعيد عن الموضوع يعني حنجي الموضوع من اين لك هذا فد شويه، لكن السؤال هاي الاموال لو صرفت على العوائل الفقيره والمشردين والعاطلين عن العمل ما كانت انقذت كثير من العراقيين من الفقر؟ لا انت دخلت يعني محمد هسه لو تجي بالمحافظات الدعاات الانتخابيه اللي تاسس الشوارع هذا هو كله تجاوز. نعم. كل لافته كبرها وانا من يوم حديث تنسي الحمله وراح تنذبت هاي وعده. اما موضوع من اين لك هذا المؤتمر ما يجيبون الاموال المنهوبه. أيه. هي مو بس كافئ من اين لك هذا. نعم. مو هم نفس مال الزعماء تجيبوا عطه طلع اموال الشعب. نعم. اموال الشعب طلعت برا محمد ليش ما يعطون عقار للناس المواطنين بدون فائده ناس تجي؟ هاي المعسكرات كلها محاسمه ليش ما توزعونها قطع اراضي سكنيه توزعونها الشعب؟ هم ما بالهم شعب محمد. نعم. ناس حراميه ناس فاسدين هذول يطبقون مشروع احتلال. هل معقول الاحتلال يغفل الشعب؟ ما قاد الشيء فهذا الشعب قدر يشوف هسه موين بالعشوائيات تبعت السيارة صدري كلهم بالعشوائيات شوفوا السجاين سووا بس يقتلوا بالعلم تشوف الزعيم وقول له عمي احنا قاعدين بالعشوائيات قاعدين بالتلج قاعدين بالطيف شوف وديت الصدر والله العظيم محمد اللي فايت انت دقيقة واحدة اي تفضل اليوم طبعت رحت اسوي مسحة بمستشفى الخالص بالله العظيم عبالك طاب بسكنة يعني مال سجن بينما قبل كنا تطب المستشفى ما بدك تطلع من ريحتها الطيبة الديتول التعقيم ماكو. سيد أبو ياسين أنا أشكر حضرتك وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك للمشاركة ويانا أبو فلاح من الأنبار تفضل يا سيد أبو فلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية طيبة إليكم ولقناتكم الجميلة الرائعة اللي تنطق الحق قناة مميزة أعتبرها بالنسبة لي وأدي العراق. حياك الله تفضل يا أبو فلاح. والله استاذي يعني تقول شغله انتخابات حتى الاصوات قاعدين يبيعونها يعني جالس تشوفون تسال تقول اذا كل مرشح يعطون 5 مليون دولار تحل مشاكل فعلا تحل مشاكل كثيره لكن هم مو مجرد يصعدون مش كان فاسد لكن يا استاذ فلاح حكومه فاسده وتعبانه مع احترامي واحد من المتصلين طرح انه التجاوزات مو يعني شكل التجاوزات أو أشكال التجاوزات تختلف، منها تجاوز على أراضي الدولة اللي الحكومة على أساس دا تسوي هاي الحملة حملة الإزالة، لكن هناك تجاوزات على المال العام، هناك تجاوزات بحمل السلاح على القانون وغيرها. بالنسبة لتجاوزات المال العام، لجنة النزاهة تقول إنه كل مرشح يريد 10,000 صوت حتى يفوز بمقعد، كل صوت يكلف هذا المرشح مبلغ 300 دولار. ذول المرشحين اللي قاعدين يصرفون كل واحد منهم 5 مليون دولار وأعدادهم بالآلاف. مين جابوها؟
اكو بهم اللي يدزولهم اللي تدعم من دول، اكو بهم تابعين اجندات خارجيه الله اعلم يعني هم يدزولهم، اكو ربعهم هم الحكومه تفسد، الحكومه مو تمول خارج العراق، تمول الارهاب بسكوت، تمول يعني حولت الاموال الى خارج العراق والبنوك الاجنبيه. نعم يعني معقوله هم كلهم مليارديريات ذولا اللي عندنا بالعراق، مليونيريات اللي جوي كلهم، اقل واحد منهم يقدر يدفع 5 مليون دولار دعايه انتخابيه، ليش ما بنا شيء فعلا؟ هذا النائب اللي قاعد 4 سنين بالمنصب طيلة البرلمانات السابقة وهو عنده هذه الأموال، ليش ما بنا بيها مجمعات سكنية؟ هاي 5 مليون دولار كم بيت تبني بالعراق؟ هذول مو شغلتهم بناء، شغلتهم الخارب. بفكر اقول لك اروح للمنصب يصير بيدي قوه حمايه، يصير بيدي صيت وجاهري يعني شلون يصعد، وبعدين اقول لك حتى لو اروح انحل لي راس التقاعد زين، هيك فكر واحساب بعدين 1000 سنة وحتى مع احتراماتي عوف من الحكومة. أيه. الشعب هو لو صحيح مع احتراماتي للدين، أنا مو متجاوز مع احتراماتي للدين، الشعب عبارة عن دين، ماكو ناس تاكل ناس، لو الله لو شعب خوش هادم الله ما جاب لها الحكومة الفاسدة هاي. طيب سيد أبو فلاح من الأنبارة نشكر حضرتك للمشاركة. مشاهدينا الكرام، المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي قال إن قانون العشوائيات اصطدم خلال الدورة البرلمانية الماضية ببعض التوجهات المعاكسة. كشف أيضا عن رصد الوزارة وزارة التخطيط 4000 عشوائية في عموم المحافظات العراقية بها 3,400,000 شخص يمثلون 12% من عدد سكان العراق. 3,400,000 بحسب وزارة التخطيط، ووزارة التخطيط عادة تعتمد على التكهنات على التوقعات، ما عندها إحصائيات رسمية لكن يعني تأتي بناء على ربما معلومات معينة. ومع هذا يبقى هذا الرقم ضخم جدا، 3,400,000 عراقي يقطنون في العشوائيات يمثلون 12% من سكان العراق. وفي آخر تقرير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بلغت نسبة انتشار الفقر في العراق أكثر من 31% والعاطلين عن العمل أكثر من 40%. هذه الخطوات مو ترفع من نسبة الفقر والبطالة بالعراق عندما أقوم بتهديم محلات تجارية لأصحابها اللي تراهم الدولة متجاوزين لكن هو بالنهاية ما عنده بديل آخر يمارس به المهنة غير في هذا المكان. معنا اتصال. السيد أبو أمير من بابل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خالد شلونك؟ حياك الله أبو أمير. وحياك والله. احنا شو شغلتنا طولت. مال شنو؟ المهجرين. نعم. وجاينا على الانتخابات، هو ما عنده بيت عنده وطن. حضرتك منين بالضبط؟ من بابل. لا اعرف منين مهجر. من جرف الصخر. من جرف الصخر. صار لكم 7 سنوات مهجرين. طبينا بالثامنه. بالثامنه 8 سنين. أي. او 7 سنوات ظليتوا بالعراء بالمخيمات، ما اجاكم مسؤول التفت لحالكم؟ لا والله لا، احنا مهجرين هسه اجار. نعم. ما رحنا بس الاجار لا عندنا، وقعنا سهينا ما ظل عندنا حتى الله وكيلك يعني ما نجيب مسواق قوه. سيد ابو امير، بعض المرشحين للانتخابات يطلعون على التلفزيون يقولون ابشروا يا اهل جرف الصخر راجعين انتم قريبا، هذا الحكي وينه على ارض الواقع؟ صارنا 8 سنين ورا زياره ورا انتخابات ورا زياره وقضيناها، لا شفنا لنا درب نمشينا به ولا رحنا غير مكان وظلنا قاعدين وساكتين وكل شيء ما تهم. نعم. تتوقع يعني هاي كلها دعايات انتخابية؟ دعايات انتخابية هاي بس. نعم. بس دعايات انتخابية، لا هم لا ماخذيننا ومعدميننا ومخلصيننا من حياتنا، عمرنا ما نريد اخلص بعد. صدق غير؟ الحكومة اليوم يعني الحكومة اليوم دتنفذ حملة لرفع التجاوزات. الميليشيات اللي ماخذة مناطقكم وبيوتكم مو تعتبر متجاوزة؟ ليش الدولة ما تروح عليهم وتطلعهم من بيوتكم اللي أخذوها بالقوة؟ مو احنا شغلتنا تختلف. شلون؟ يقول لك حررناكم احنا. طيب والله حررناكم. حرروكم، ليش ما ترجعون؟ اذا حرروكم مو المفروض ترجعون معززين مكرمين الى بيوتكم؟ غير الدوله ترجعنا. صحيح. مو الدوله، احنا قاعدين مو قاعدين بدوله، اكو دوله قاعدين بها ماكو دوله. انت شو تقول اكو دوله؟ والله يقولون من يقول اكو دوله؟ لا أقول لك إذا أطب جوا صير دولة. أي. طيب. غير يصير دولة عليه. سيد أبو أمير من بابل، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا ونتمنى صوتك يوصل.
مشاهدينا الكرام نصل بهذا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.